وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا برميسي. إلهي نسوه وحفر حسن قصلي يك قصلي سيو كو أوينك أوهي سيو حامسي كو دنتين ألا دلي كو النولين ألا النولي سيو. ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوين كيسا وحكم دا حديثك الصحيح يا إمام النسائي يا ابن حبان باي ورينا يان وأسألك الرضا بعد الغضاء. إلهي يوحن كويدي سنة يا رالي أهانشو إن أنكر رالي النغضو وحكستو قدر إيا قضاء ذاتك وقامسي ما يتشير أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمنك وحدي بوسو قادة لبتاسي نوعي دون طبها هاتو متشيريد هالنغضو أما مد مسكحيد هالنغضو يعني قفك ابن آدم كان مرنا تشيرك يا دباتك سو قادة دال إيا حنون إيا وحلا مدى قدعة مرنا نفسيا بي دباته وقادة وورور إيا والبهار إيا ولا أياكوا أبور ما إيا بقائي عبسي إيا وها صعد من مسكحها هان قلبي أهام يقفك وقا أبور ما لبضا مدنكو مرد عبو النبي قولي إلا إيا إلهي بسيئاتي سكو ترتنا دينتها رنتي وحلو برطة للمعرفة ماها إن أقول لك رصدو سيدة ثقافات كلا معلومة كلا وحبرش اللو كردية ماها لكن وحلو برطة إن الدقن كي السلوك إيا قفكو قابكو نولان إينا يوحك بدش عصري غاني نتشوغنا موقتي غاني نتشوغنا لبادو بضن با عالم إسلامي كترتا ملك استاديك طبع وحن مركا وحكت المامي دونا هل حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كم إذا حديثك كان وإمام مسلم بروايات صحابك لقد سنة وكسوة صاري في صحيحه وكم إذا العباس بن عبد المطلب نبي محمد ذيك عليه الصلاة والسلام يوح لي يوحى مغلي نبي عليه الصلاة والسلام وله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وحن مغليبوي للنبي عليه الصلاة والسلام وله وحا دميي إيمانك ردن كيس وحا هلي من رضي بالله ربا عدا الله ربي نمر رالي وغنقطة إسلام نمدن الدين رالي وغنقطة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام من الرسول نمو رالي وغنوضة حديث كاسي صحيح مسلم كوكوية الله وحكولا صحيح مسلم كوكوية الله يسقو ورنا سعد بن أبي وقاص نبي محمد أبتقي عليه الصلاة والسلام أوله وحن مغلي نبي عليه الصلاة والسلام أوله من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا غفر له ذنبه نبي قول عليه الصلاة والسلام قفك مركم مؤذنك وأذم أيها الشهادة مريا مقلة إسناء الشهادة طويلة هذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله دبتنا الراعيين إلى هذا رضيت بالله ربا إلهي بان رب النمر رالي وغنقضي محمد بان رسالة الرالي وغنقضي إسلام نمن الدين بان رالي وغنقضي إلى هذا نبي حديثك النوح كلي غفر له ذنبه غفر له وحلو دافا كان وحي الذنب يولها أبي سعيد الخدري صحابي رأي لورن شري حديث السنة ورنا يوصوص هاريسغنا إمام مسلم في صحيحه أيوح ليهي وحن مغلي نبي عليه الصلاة والسلام وله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة نبي قول عليه الصلاة والسلام عدا ألا الرب نمر لي وغنقطة إسلام نمدن الدين نمر لي وغنقطة محمدنا عليه الصلاة والسلام رسول لمرة له والنغضة وجبت له الجنة جنة أيها كواجبي
مركاسا يا بيقول يا سعيد أبي سعيد الخدري يا وحنقوله أعدها علي يا رسول الله إلهي الرسول كسيو بلي يقول علي نبي قو يقول علي يقول عليه الصلاة والسلام مركلا أيو ولي يقول علي حديث كاسيو أنت كردر السجنة إمام مسلم بس صار إمام الطبراني بسناد حسن شيخ الألباني وحسن قلت الإمام أيوه سنو حصوص على السحاب قال إذا دا المنيدر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابة دي أفريكا قشي كم دها يوح لا يوحى المغلي نبي عليه الصلاة والسلام عليه من قال إذا أصبح قفك إلى هذا مرك واو أبريه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة نبي قال عليه الصلاة والسلام ورد عنك إلى هذا الصبح مرك وابرسته أنا كفيل أبو نبي قال أنا الزعيم وقعنت أيام قبنيا إلى أن جندك قلي أبو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث شناد باكرة صحابي الثوبان لورنشر يورين أيه إمام أحمد يترمذي أبو داود النسائي في الكبرى ابن ماجه باي صوصارين العلامة ابن حجر رحمة الله عليه ولي سنات في سوا قوي شيخ الأرناطوني والصحيح لغيري كت المام أيه إنك استوي ساق الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقبطي ولي وضعيف ولا ذاك لكن ويحوشين أيه حديث كاسي سنو حت المام أيه ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا مجرقف مسلمة وقلبتي يصبحي بيلا هذا صدح جير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان على الله حق إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى واجب اسكغي على مال انت قيامة إن الرالي قليل شنت حديثة إنه تلمام صدح صحيح مسلم كتال منا الطبراني منا سننك ترمذي أبي داود ابن ماجه هي النساء في الكبرى هي إمام أحمد ولبا شنت صح حديث من نبي وحكوش عليه الصلاة والسلام شنت بأسكوار قرية تلمام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول أفر باله مدنا وبمحمد النبي أبو لي وسلم عليه شنت هسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقى سورين أيه وحاو النبي بكسي في عد الرالي وغن نقطة أرنك هالسداسي إنه إيمان كددن كي سددن مي يدبطا وصدا وحوة لباو ددن لي أي إيمان كددن لي هذا ددن كاويدو معنى هذي وحويانا أذيقى آلة الطعم كاهمت فلا سكرتوا معان لكن مركة حانوسان سادات سكر ردامسو وحلقى بين قدعب كور ردانتو ما هين سكرتوا وحسك بدلين أذيقى وحسك كابدلين هذا آلة الطعم كاهمت هاي قلدانت هاي إيمانك هذا ددن كي سمعان ددن كري ويدو ما هين أنو إيمانك ددن معان لهين هوا له بيي ددن معان بولي هذه آلة الطعم كاقل دنت نبي قول حكو لي ددن بولي وحكو لوش يقول إن دم بقاق الله دافي وحكو لوش يقول نبي عليه الصلاة والسلام إن جنة كو واجب وحكو لوش يقول إن نبي محمد كفيل كوية هي الجنة إنتو قعنتك وقبتك وقيني وحكو لوش يقول إن إلهي واجب اسكقرد قي إنو ما نتقيامك الرالي قليه شنت مسألة ورد أير إقامة بكحرم تيبالي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا شنت مسألة إيا لقررت بي معنى كتيرا محوية وحي نوفر صنع مركة أبهن إن نوفر صنع وردها كان محو معنى هودي من رضي بالي عيد الرالي كان مغطى الرضا هاي علماء دو إلى هذا يفرغ القلب لله رالي هانشيو قلبه أمري يا الله سبحانه وتعالى وقفك إلهي قلب جيسا والرالي النبي قليه إن الرالي كن نغضين إلهي الرب جيه محمدين الرسول كيه عليه الصلاة والسلام
islaamku inuu diintiisii yahay qofka raalli ku noqda, ilaahay baa qalbigiisa ka buuxiyey bay culammadu yidhahdaan, ghinan wa amnan wa qanaacatan ayaa rabbi subxaana wa tacaala ka buuxiya. Qofka raalli noqon waaya ee cidhiidhi iyo cadho dareema iyo warwar kaana qalbigiisa waxa ka buuxsama bay culammadu yidhahdaan, hami iyo ghami iyo xuzn iyo kasful baal iyo su'il xaal iyo su'il dhanni billaah ayaa ka buuxsama. إلهي من رب إن من رالي وقاهم حيتي. الرب في اللغة هو السيد المالك وعد الدنيا تنهنطة له إما مشى حويا وحن قري ما ملك إلهي دنيا إن ربي ما مله قضاء يقدر كيسينو كدعو وحانو السيقو دوني لنين أنا كدعين وحو دونو أكليين كي مادان qofkan wuxuu qiraya maamulka rabbi inuu hoos joogo, ilaahay maamulkiisana inuu raalli ku yahay. Wa ruknun min arkaan aliman, alimanu bilqadaa'i walqadar. Qofka muminkee taa rumeeya noloshuba ma dhibto. Walidalik baa qur-aanka haddaad eegto ducada ugu badane ku soo aroortay kalimatu rabbi weeyaan, rabbana atina fi dunya xasana, rabbana rabbana rabbana. Qur-aanka ducada ugu badane ku soo aroortay wax weeyaan قف مؤمنا وإلهي أصغي رب النمضة الربوبية لله سبحانه وتعالى ويا يدي كان على تابال لين هذا مسألة العبادة والألوهية يدي كان على تابال قد قرط مسألة تابي كان على تابال هدو قرال كاو مدد نبي هين الدبع عابد دي مركة معنى يدو حويا قفك مؤمن كوح الرميسي إنو إلهي حكيم يهي وعليم يهي والدنيا يوحى كان عيونا والله صعده isagu doonay inuu waxan sidan u dhacaan dabeetana wuxuu raalli ku yahay wax kasta oo dhaca. Arrida wa tasliim ayaa agtiisa taalla. Wuxuu qofka muminka rumeeyey weeyaa dunidan rabbigii lahaa inuu isagu ku tasarufayo, cid kaloo kula tasarufta inaanay jirin. Laa dowlad xoog badan, walaa gaalo, walaa cid ka sokeysa cid kula tasarufta inaanay jirin. Wa anna ilaa rabbika almuntaha وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا بالرميسين إلهي نسق وحفر حسن قسل يك قسل سيو كو أوين كو أوهي سيو حامسي كو دنتين ألا دلي كو النولين ألا النولي سي. ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوين كيس وحكم إذا حديثك الصحيح يا إمام النسائي يا ابن حبان باي ورينا يعني. وأسألك الرضا بعد الغضاء إلهي يوحن كويدي سنة يا رالي أهانشو إن أنكر رالي نغضه وحكستو قدر إيه قضاء ذاتك وقامسي. وكحديثك كلام مسلم ورنا يا صهيب صحابي الله إلاده ونبي كورني وحولي وحا نبي عليه الصلاة والسلام باوحولي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. أرنت مؤمن كي ويابو النبي قول عليه الصلاة والسلام وهو عجيبة ويا أرك مؤمن كي دم أنت وخير ووامحي وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن بو النبي قول عليه الصلاة والسلام. أرنك نعتك لنا ومصقنا مؤمن كمو يعني وايو مؤمن كو حرم سيد ندى رب قيلها ومامله هدي خير وحلاله ومهد عليه سراء badhaadhe iyo barwaaqo iyo nabad iyo caafimaad hadduu isla helo ilaahay buu mahadnaqaa. Dabeetana waa khayr buu ka helaa. Haddii daraa dhibi ay ku dhacdo caafimaad dara faqri nabad la'aan mushkilad baa qabsatay sabara wajtahad wuu sabraa isagoo dadaalaya wixii la faray la imanaya ayaanay warwar ku haynin iyo xanuun iyo cadho iyo qalaq aanay ku haynin stress kuma hayso. Kaasna marku sabrana fakana khayra lahu nabuna khayr bayuti ta macnaheedu waxa weeyaan qofka muuminka ahi siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka kale imaamu muslim warinayo abi saciid iyo abu hurayra baa ay soo wariyeen maa yusiibu lmumina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala xazanin xata alhama yuhammuhu إلا كفر به من سيئاته.
ما يجرب النبي قل يا عليه الصلاة والسلام قفك مؤمنك وحدي بسوق قاعدة لبتاس النوع يدون تبها هات متشدد هالنقطة أما مد مسكحات هالنقطة إحنا قفك بني آدم كان مرنا تشلك يا لباتك سوق قاعدة دال يا حنون يا وحلا مدى قدعة مرنا نفسيا بين لبات وقاعدة وورور يا والبهار يا ولاع يا قابور ما يا بقائي يا عبسي يا وها صار من مسكحة هان قلبي هان بقف قابور ما لا بد من نكو مرنا عبد النبي يقول يا إلا يا إلهي بسيئات سكترتنا تن معنى هذا حوايا قف مؤمن كي وح الرميسين أدون كان وح كدعى إنه إلهي أبي معنى هذا وح يتهي إلهي إنه وح كستور دعى طال عني لكن النجوم بالله يتحامي يا ولين تجابني إلهي دك قوة أتشعلاب للاي أنبياء الذين القرآن كسيد شيء أنبياء نوى دك قوة ربي وتعالى أيا للاي إلهي وودي كري إن أنبياء دي صلى الله عليه لكن دك على وجه تحامل لإيدي إلهي سبحانه وتعالى وحسكت المام يا وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أقوب ربي أولي عليني كمان عضه عريان لله وأجيهي وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا ربي غافل ماها لكن إن قال لنا يتحامي إذا قفك مؤمن كاي مركا للي يوردن هدو الصبح كنا واقع صبح ما كتوصه حين أصبح أيوح لي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وحوين إله يوم أمر كاغان رالك هاي دوني دان هذا يقعد هذا كترتا سيدا دوما أمر يسار ربا وأقلها أدان سكو ديبي أدان سكو ديبي قفك مؤمن كاي قضية دوينا امتحان تيبان دين شرحية لبق قصة أن شرحه تدكو أنت بدن أمثلة دي وحكو فهمها قضايا كالتجريد كعقلي تدكو حوق وما فهمه لكن إكسامبولسك نعس يا فريد يا مد عقل بدن يا مد عقل يرد تدكو أنه موجود فهمها تصالها لبق قصة كم إذا قصص كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة وحلة إذا الإسراء والمعراج نبي محمد عليه وسلم إلهي بعد دلمي وحلق دلمي مكة دبتنا سلها بين كبا وحلق يم حي بيت المقدس سلها بين ما دبا إلهي بيت المقدس كقاضي وحلق يي السماوات كسرة سلها بين كبا إلهي سوع علي وبيت المقدس لكان كدي بسلها بين ما دي أيو مكيم مصافضة أنت عليك هبين قرب جدهد بشري إلهي القرآن كو حكت المام يا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وحاهم كهوفا ربي قد إلمي قدوديي هبين قريسيي أدون كيسي محمد عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام ككحيي مسجد الأقصى جي محال الله يالي صدقا إلهي وحلي لنريه من آياتنا إن أنه آياتك يدي قدرة يد وحكة سنبى رب الله سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير رب سبحانه وتعالى وحكى ركت المام يا معراج هنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لبدأ نقصه حلو التعليل يلا تلمامي إلهي آياتك سوى ويبا لتسيبا لمعراجي إسراغنا لنريه من آياتنا أبا إلهي حلي كان وحرد عي حلي النبي محمد سئاد هذا قالت غولا نغانطي مكة لغود بي طائف مركز تقيل لصور بي نلوش لغؤت كي وقالت وإياد لبطي ضدك عدي وحكر بيسي أما قبيلها كغربان وأديركها النغضاء بطالبها أما حاسكيسي نفي مال بلق إبساتي خديجة رضي الله عنها هاتو أي قريوتي صحابة سي أي هجرودين
أي إلهي سبحانه وتعالى نبي قال للتسلية وللتخفيف نرش إن الله فضيدي لا تسيا وحكنين وامتحان هي لكن إلهي كبدن وأودا لمري قصة كلا نبي محمد لمري عليه الصلاة والسلام وهجرتي نبي محمد وحل فري قال أطشتي إن الدلام بيدونه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت قف بنا آدم من ذلك رب الدلال وقت أن لفلين بو ما شك بحي راحلة وسيد ديار صدي بو مال ودرتي وحل فولة نين قالت بلو سيدي بي وسيو الدليل ونقضة والمرية ونقضة قد بي قالين مال بورة وقد كيال بي قالين سيأي وراترتان راعدة دي مركي نقطين تي قد كتيرين وراركا لوكين ايي أخيرا واهي جرودين عربي وحيس قد ايدين لدلو مدح ليس وقفكي حيا وميتا قريا نولو المدن كوكينا قلع عصحس انو ليه نبي محمد عليه الصلاة والسلام سحارها عربيت وشبه له كيلومتر أيو أنت هسوم المود لغيني لبدا القصة محاني سوبر بردقية لبدا القصة ميدو حين لاني للتشريف والتصلية بيها شرفت إلهي وشرف يا نبي جيس مقام كريان بشر كبقى عدين يا ملائك تبلغ باتسيي ما موسى الله ما موسى يا بيها إلهي آياتي سواوين الله بريا لا تصيني مدينة وحي هي تشريع للأمة شرع اللو جدين يا أمدا يا قابك للربائن يا ونقمان يا سيدة يسوع إلى علينا إلهي هو أودي كري نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكة أنت الله قال لفته إن مدينة ونغطورة إلى الميل كفك بها بين قرى الغطورة حتى بلو توري واي ما هجرة كدقة وحن لفته بدن لو وحن أوردر مشكلة ونبي قومري عليه الصلاة والسلام ما أون ينا أنت الله قاد مكة حف لغا سيونا مدينة لنحنقو وانتهى الأمر قالنا ما صهر عطستين عيدنا ما ضيدين لبنا مولاق المين ويميل كفق با إلهي جي إلهي وحو الربعين ينوشيغو الدون كان إنو يساقو مامولو وحو البنا إنو أوودو سيدو دونانا ومامولو لكن إنغا إنو ربي لي مدى إيمانكم بان دين اختباريا إنتا إن رميسنتي إنتا طاعديتي إنتا جيتكيغا مريسان بان دين تحاميا إذن طريقة مرة بلد ومن باب التكليف والتكليف إن قال لي نوخ اللي فيه نبي الله موسى أي إلهي سبحانه وتعالى قول وما تلك بيمينك يا موسى وحنا أبقى عن تقوها ستوامحي وحول هو الشيدي وأن حولها قرر عدد لك لنا ولي وكله يمسي تلمام وحل له الشطور وشيبا بحل نغطي عرارية هبقي نقب بليني قعنت هذا هل كان قلي هو قلي صار بلد وعضاتي آيات وأوين بأي لهي تصير لنريك من آياتنا الكبرى بأي لهي كيول وحرمنا إن آيات كيئة وأوين أنك تصنع آيات كامركي موسى الله تصيبها كدب وحلين أكبر طاغية في العالم أنت أدو تكتب وعدي وطاغي بشر كورنا كيول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري بل إما ده حديثة ملئي يا أيها الملأ ملئي أكتيس الشوقي ومدحي وأوين ما هشعبكي أو الزردي ينتي كلوي أيك لا ما علمت لكم من إله غير إله أنا نجا هاي الدين قرن ما هي نك سيدا وكبريبا موسى وحبها يسن ليلة أرض أو تك وعد موسى وحده إله هو نك ما كعب صليا بري فرنا غير هو دان عتك دلي إله هو حكوي للسبحانه وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى حبها عبصني نبا إلهي أني يا معي إن أهبى ربي كيري وأنا مقليا وأنا أركيا بي لهي لسعودة هل مسألة إذنك الله إذنك الربح أو وامحي ولا تنيا في ذكري بي لهي أنا أقول حسكي هاي إلا بنا أنا أقول إن هذا حصوصتان أو حسطان إنت هاي إلا من بال ليلي لكن فرعون يحوق يسي وحكني اللو برب إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحنا وقت الماما قال إسكعلي كبال إليه إلهي وحده ولو يشاء الله لانتصر منهم إلهي هدو الدنيا وكبه ليسن لها إذن ينظر المبا هذا قال إلهي هدو الربين ودول كلقوا يا مرد أبو ورن الله ويمرن الله سعي كما ولو يشاء الله لانتصر منهم هدا سيوي حجرا ولكن ليبلو بعضكم ببعض بإلهي ربي وحده الدنيا إنه سكيني تحامه إنه إذن أغا إذنكو
انت راعي سروحي لين كنت ترجل انت ربي دين رميسنتي انت كوكل سولتي انت مبادئي سر رميسن انت حقيقتني سروحي لين فريا اوامر يا نواهي. اذا قفك مؤمن كيدا رضيت بالله ربا وقاعده كامله والدين دن مساله الله بعدنا وحويا وبالاسلام دينا ومساله دين الحاله وحكايه المهمين يعني ان الله مر هدي ربي قعدت كهيه هذه واجبك كصارني محويه واجبك كصارني وحويا نلش وحي كوكب ما ان تسح او جواب تدوم هذيك الجواب على غاسو جاية تكليف بالو صاري وحايا وحا الصمي بالو وحايا وحانا الصمين سيدا او نقل سيدي بهذيك اللي غاسو جاية هذا اللي بيكو قلت ما دو ما صبر يسام صبر ميسي هذا نمعي براره هشو ما مهد علين يسام مهد علين ميسي هذا هو ورقة امتحان كوب حي جوابته كوب رسالة ويدينية جوابته هل بدون بالغوري يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بإلهي واركوا إيمانك الله جاهل يوم إلهي رسولك وحبحك له رمارنا وحك استمرك أتستلاه ذنب لو حتى لا هذا إلهي محرى لكي حدوني مسألة ربي جاي محك الرباه مركز مسألة ده وقاتوح الربي قا كهربو فلي وحبها كله رمر بادي قالوا يري إلهي كرد ورصو وقونا السميع علي من ويا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وممنوع إذا وحلينا وبالإسلام دينا معناه ذو حويا أدو امتحان ككاهريمي نوع الدون بها النغضو هات كذا جوابسة وراك إلهي وحنا قلت المامية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إلهي وحنا يبضنا أنت النبي قاتل معه ربيون كثير معي سائل الله قال قلين كو الرب اللي نسبة يوتر بضن ضد بضن الراعي أما قراضك لوحة المامسة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير بدنا أنت نبي سجد كوح بدنا الله سعته وحلق الله يا ملدري إلهي وحليه سبحانه وتعالى مع كل ذلك وحارب صومري فما وهنوا لما أصابهم بإلهي ميلي ذنن وحي إلهي درتي وقل عيني يتشبك مري ذنن ميلي ذنن وما ضعفوا ميلي ذن مني ضعف نكو مدعين مد قلبي يمد مادي يمد نبكو مدعين وما استكانوا با إله إليه اسمنا إليه يعني وهنكو مدعين ومن يتشبين ضعفكو مدعين ومن يليدنين استكان إسليبكو مدعين ومن يذلوبين إلهي سبحانه وتعالى وحليه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وركوض وحك لما هين مركي اللي بكل عضو وحي واركي يعني أنا لا هيك قرد رينا إنا لبتو يجا حق وذا كتمي إذا وحى صار لي بقول عي وكأي من نبي قتل معه الليلي إلى يوحلي سبحانه وتعالى هدنا وركو ذوحها إلى هاي الدم بجاي قرد ناف هي حد جود بكيجا مشاكل كأنا قوم بنجي ما أنا قا تقصير خلاني أنا قا قابلنا يوحنا لو جب هنا أم وذا صميني هو ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين إسلام نمد مركا وبلارنت لكن إنك قف والبا إنبا صار إسلام هو شيء بناء قدر الله تلقى هير كستو أتشوكتنا إسلام كا إنبا كا صار أدو مدورة هير كمركا اللي تشوه لكن وحكو صار إن الجواب تكون بحسب بالقدر بالقدرة والاستطاعة بك حرمت مثلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيش يقول هرتي صحابة دي سلوتمي أودي سو أنت صحيح مركا ما كو شوقي كور رمي بهرتي سلوتور شرقرين بلال هرتي سلو عذابي وأركي غير آل ياسر قويس دن أياسي دي اللو عذابي وضغي يا سلامتي بردنتين تعذيب كيقول انت ويل كي عمار
dhibtu markay ka tiro badantay ayay waxay quraysh ka rabtay uu yiri nabi maxamed wax ka sheeg waxbu ka sheega dabeetana isagoo oo iyo nabiga uu yimi calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay rasuulkii siiyo markii cadaabkii iyo torturkii iga tiro batay ayaa la yidhi nabi maxamed wax ka sheega waxbaa ka sheega maxaan sameeyaa nabigu wuxuu yihi hadday kugu celiyaan ku noqaadna haddaad intaa ku badbaadaysa samee sabran ala yaasir buu lahaa faina mawcidukum aljanna waxba uma qaban karayn hortiisaa lagu tumayay islaamka marka intaasa waajib kaga ahayd markuu difaaci karayna wuu difaaci wuu dagaalamaya waxbu iska dhicinay waajibka adiga ku saarane islaamka oo dhan waajibka ma saara waxa kaa saaran biqadri listitaacati waalqudra intaad markaa awoodo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وحالك سيئي أود يحوق يبقالي عقلي أدقى أنت أم بلغ الربا جوابت إذا ما بحسن حالك كستات ونوش ولذلك يا إلهي وحينا لي وبمحمد رسولا أو نبيا نبي محمد نينة رسول لمرة لغة النغطة معنى هذا ما حي نبي محمد وين قدوة كون نغضة وحط رميسين إلهي رسول كسيئي ergayga alla kuu soo diray thaaniyan waxaad rumaysay wax kasta oo aada ilaahay ku caabudayso inaad isaga uga dambayso sidii uu sameeyey aada u samayso min fadli illaahi waraxmatihi waxaa ka mid ah nolosha wax qof bini aadamay maro oo dhan buu nebi maxamed maray calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu noolaa isagoo laga xoog badan yahay wuxuu noolaa isagoo in yaroo awooda haysta oo marna wax jibiya marna la jibinayo wuxuu noolaa isagoo xoog batay oo iska dhiciyey oo guusha helay wuxuu noolaa isagoo ummadda u taliyey wuxuu noolaa isagoon cidiba la soconay ee keligiiya wuxuu noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo baahan isagoon laba bilood oo isku xigtay gurigiisa dab laga shidin isagoo inta gaaja gurigiisa ka soo saartay raggii ugu dhadhawaa kuwii ugu waaweynaayo iyana gaaja soo saartay la kulmay war duhur gurigiisa ka baxay isagoo dabadda iska maraya abibakar kusoo baxay abibakar buu yihi war maxaa gurigii waqtiga kaa soo saaray abibakar wuxuu yihi gaaja ay soo bixisay ilaahay rasuulkii siiyo nebigu wuxuu yihi anna gaaja ay soo bixisay cumar bay haddana la kulmeen cumar baa la yidhi war maxaa gurigii waqtiga kaa soo saaray wuxuu yihi ilaahay rasuulkii siiyo gaaja ay soo bixisay annana gaajana soo bixisay baa la yidhi axadu saxaaba baa arkay markaasi saddexdoodiiba u yeedhay neef yar u qalay marka intii cuneenna wuxuu nabigu yihi la tus'alunna yowma idan can innaciim aakhira waa laydin weydiin doonaa waxaanoo nimcaa nabi maxamed wuxuu noolaa baahidu intay ka badatay ghaswatulaxzaab iyo markay dhacayeenay saxaabadu baahday inuu saxaabo u yimaado oo idhaha ilaahay rasuulkii siiyo bal wax baahina haysataara intuu marada beerka ka qaaday buu wuxuu nebi maxamed tusay isagoo dhagax xaloosha ku xidhan nabiguna calayhi salaatu wasalaam maraduu beer ka qaaday xadiis saxiix muslim ku yaalla ma rajaynaya nabiguna maraduu beerka ka qaaday markaas wuxuu tusay saxaabiga kani hal dhagax u xidhan yahay isagoo nebigu laba xidhan laba dhagax beerka kusoo toosistay nebigu wuxuu noolaa isagoo hantii helay oo intuu gaaladii iska dhiciyey xoolo tiro badan helay oo intay u yimaadeen uu mid siiyey laba buurood adhi dhexdiisa daaqaya markaasuu tolkii intuu kula noqday buu yihi nebi maxamed wuxuu wax u bixinayaa cataa man laa yakhsha alfaqra buu yihi mid aan weligiiba faqri ka baqaynin siduu wuxuu bixiyo wuxuu bixinayaa waxa loo doonto kuwii gaaleede hadda soo islaamay ghaswatu xuneyn markay dhacday wuu xoolaha heleen kuwii hadda soo islaamay ayuu boqol boqol geela siiyey markaasaa mid gabiya ayuu kontan siiyey gaabay buu tiriy uu leeyay ilaahay rasuulkiisiiyo hebelkaad intaa siisay aabihii aabahay kama fiicnay anna isagu igama fiicna ahay hoos marinin maanta waa layliidaya haddaadii hoos marisee markaasuu nebigu isna boqol siiyey waxaan uga jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa bini aadam uu maro rajay buu noqday oo agoon buu noqday oo qof aan waxba haysan buu noqday oo gabadhii u taajirsanayd meeshuu guursaday oo xooluu helay oo wuu badhaadhay oo haddana waa la dagaaliyey oo waa colaad buu galay oo waa ka lumeen wax waliba nolosha bini aadamku maro oo dhan baa ilaahay mariyey bale nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa malagu soo diray dabeetana waxaa la yidhi su-aal soo weydiiye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma waxaad rabtaa inaad noqoto dheh boqor rasuula mise cabdan rasuula kee baad rabtaa malakul jibriil baa tala bixin nebiga siiyey calayhi salaatu wasalaam tawaadic lirabbik buu ku yidhi rabbigaa isu dhul dhig
دبيتنا نبي وحول عليه الصلاة والسلام وحن رواينا النقضة عبدا رسولا إلهي وحول عليه هداد ربطه بقر رسول الله سيدي داود يا سليمان يا بقر رأي هاي حول أي وحول بحيستا سلام لك الدولة السلام يا مامولا كاسو كلا الدونيسا مساء الدون إلهي ينلشا للك دمه ورسول بات ربطه وحول دورتين نقضة عبدا رسولا إذن مركا هذا محمد بان رسول نمو وقال هذا معنى هذا وحويا نلشو نبو نبي محمد كجوابي وحي وكجوابي بان راعي هذا مدحن نمو النقطة وحو نبي محمد مدحن مدك كجوابان راعي هذا ما يلغو ضعيف هي وحو كجوابان راعي نلشو نسيد نبي محمد كجوابان راعي ولذلك أيها الإخوة وردنين أنا فضوضين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أين أنا فضوضين وحلنا وسؤالها وظهر ريا آخر الويدين دون الأسئلة الحرجة قبر جنا سؤال الإسويدينية إلى هي مركات هرتك تنا سؤالك على الإسويدينية حديث النبي قلت المامس نبي وحنا شيء حديث كي البراء بن عازب غير كي بورني أنا إمام التلمذي غير كي بصار صار وحنا نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام قفكم مرق حباش اللجيه إددك أي نقضان كبه إددك سقرد وده سيم مقليسه أي واحد لجوك يعني لما ما لقبا إيمانية ومقال كود وأرجح بدني وكأرجح قالينية سؤالك وابن بيكوي دينية سؤالها جوابته ده هدد كجوليسته ما أنت وحي كده بيوت جوليسن بنتا هدد سؤالها جوابته ده كجوليسن ويدينه هو جمرك سقوب بلادنا سؤال وسؤال معروف أي مكلا قرنيه لكن إنسانك إن وحك الجواب وحك حرمت حالة نفسك وكتشره أرضيك امتحانك سكولك مجامعة دمارك وقال هدو بق بقه وحبا ما قرته بحي وهيو دمو كلا ياعا هدو مركا لقى بحاهم بيدا الله وريا مسألة دان عينكم بيه وحاسان قري مركي هرم حاسو سنكر وهو بغي بينا هدو بقه وحبك من جوابك وارها كان يعني ويدينا وارها دالله ينوصي الشيء وامتحان مقدمة جوابته أرضي خور الجامعة دامي سكول كهدي الله ينادو سدحين سؤالات بل ويديني وكان قاضو هدو مركا دو امتحان كتمادون هساقدين هداد هدانا ساقد دا كور هنا كان داشي هداد انت امتحان كوكي تطلع سدحين بل ويديني او بريت انتو كوي ما دايد هدوان ساقد حبوان قرم واي أنا نصدق نيمة وشيء إنسان نعسى وحبا قرمين نعسى نيمة وحي كل أنتي عيدة إن سد حدي سؤالة ده هده هاي سيحده وقرم وهي سهدنا سد حدي سؤالة ده هده يمعينا وكونا شيئي هدنا هده تهده وكي جوابك رويده ومشكلة وحلق ويدين يا محي من ربك وما دينك وما نبيك وهذه الأسئلة الثلاثة يا ربي قوها مركا دوني دجوكتي دو منافقي اما قالي ها ها لا ادري بورنيا حبقرناي مؤمن كدبتا هدو يهينا الهي بسوغيو وحورنيا الله ربي يا وهي مركو ادونك جوغي بو تاغنا رضيت بالله ربا وهي دبكاها مركا كانوا حباشا تغا مركا الله ربي بو تاغي وحل لي دين تهدى ستام حيه مركا سوح لي دين الإسلام دين تهدوى إسلام نمو ويا مركو دوني دجوغي أيوه رميسنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا حل وي دين دون نبيك وحكومة حورم دون محمد عليه الصلاة والسلام ما لن تنيا صغمية إلهي وحلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا إلهي كوي إيمانك لغيه لي إيمانك نبك أها إيمانك سيكو عمل فلا يسمين يوحى وشيغي كو أصبر ربي سبحانه وتعالى ربا صغية بالقول الثابت أي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله با إلهي كصغية في الدنيا وفي الآخرة أدونك إلهي بس صغير أدونك الله بامتحان باكرة إما الشبهات إلي كوي ما دام شبهات كوا وحن عقيدة غفكك كقنعة
وفلسفات كان بن آدم كيترد بضن لك قال لماذا لا عين كان لغو أخرية كشك قليا إلهي سبحانه وتعالى شبهاتك وحقود السقوى دل علمية يبالك قبحة إلهي حلي قفك مؤمن كهدي شبهاتك كهري ما دان إلهي وصغى يوافتشنا يحقوحي شهوات نفس نقفك ويلومية هو كوا أبوران تشهوات ربضن حول تعيل باكوا أبوران دمر تعيل باكوا أبوران رك تعيل باكوا أبوران قفك بن آدم كباهية ربضن بإلهي كوا أبوري لكن باهية هاس إن حدودك كتها الله من بإلهي كوا فتشنية إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة علماء واحد هذا آخر هذا للشيخية إما آخر لحظة إنيتي مركي نفط كاسي بحيس الشيطان وحيس كدية آخر الأمر إنه جدك كات الله بيه إن مركا الله كسوغاء التوحيد كل مات نبي محمد عليه عدة التوحيد النبا كل مات يعني جنة جليس إيه أول أسئلة الويدين الله كسوغاء مركا لو قلقا حباشي بن آدم كوكاد دريرو إلا بدا ملكوي مادان إني لهي كسوغاء أما عدة آن إيمان كاسي أول السنين مركو هريان السجنين هو إلهي وحليه سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين كوي مركو هربا إلهي دفري إيمان كديدة ظلم قسمي ظلم وحوين إن الشركة لظلم عظيم قال لماذا هو ظلم إلهي حق السبا ظلم عدالتنا وحوين إلهي حقوق دي سات سخته ما أنت بن آدم قد دوني دي تشوغا وحل إلهي حق دمرك حق الرقة حق حيوانك حق اللبضة إسخوة حق عينك حقوق دي. أكبر حق لقولين وإلابين إلهي حق يسوه الرأي فشكوا إلهي حقوق دي سيبو السوقي واي من رسول حقها الضياء حقوق كهو سيسا وحوه الرأي معاد بن الجبل محن نبي قولها أتدري ما حق الله على العباد مقرم إسا وكلمة التوحيد إلهي حق يسوه مضان نتفكته عدالة تاسا وقوه الرأيسا قفك هدون قمركو تشوغي إلهي حقوق دي سيسوغي الراعي الرمي إلهي وسوغي قفك الظلميين ويضل الله الظالمين بينه كوا سواها بابا ويفعل الله ما يشاء أيها الإخوة مركة حديث كان دانت أن عاوك لي وحوي يعني نيدا قوصني ضد بضم با نسرقي إلهي حقوكم مقيم بل وحن دوني دا كدع يدي ما الكستو دوني دا يكتب مسلم العذاب يا مد الدل يا مد لقد شقاق سينا أيا تماسا وركصات شدة بلاي وشيغي وحنو دماء امتحانات وحي يقول لعنا إنك وحي اللي نقربي لأي من كريويني وحي نقول بضانا عدة أنه حلات ماذا فرض عين كي لات ماذا فروض الكفاية للأمة والمغيين إنت أنه قول بضان با صلاة يا زكية إنت كود داشا مرارك قار كود يا دولارك قار كودنا إنت تكتا إنت أنت كن بابك بضان إنت تكتا مقالوا إنك قار كود باتك إسا إنت تكتا إنت أنت كن إنت أنت كن أي بضانتي ومنصري هلا يا مركة حتى فروض الأعيان كي هدي اللي وايو انت سكبي حسيا انت عم بحين هداي بلاطين تان سكبي حبيب انت صومني انت انسو من هداي بلاطين تان صومني وفروض الأعيان كوها فروض العين كمركة تكتي مادنا كأمة وحي اللي نغربي ومدى مسلمين تا وواجب سارن دم انت أقون هديتي هم هديتي جهاد هديتي دولة دم هديتي وحي ومدى وحسك قد عين لأي أدال قولي سميصر إلهي وأنا وذابك ولينا نقولك اللقى يعيد والبا لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت عرك اللقى يوح والبا الله تصي أي اللي هذا نقالك بحصاده هو يجروا ذو هالكامرة وحاصوا تدبيره وسمية وحنوا للتشريع نقال لي نوجي ديني إلهي وأودا كن فيكون ندوني دي لهذا قالوا مرأ أو مرأ مسلمة وحوغيسو إلا إذا ذو حوغيسو إلهي وأودا لكن إلهي وحوري سبحانه وتعالى وحان ضاني إن أنا ذكر إذا نتحاب أما قال يدف تدع سيا وحى ما لم نروق تلاقى لأن تك حسابي بينه يدي آخر ما هل الله يدهدا نور رأب عد ولي بوحى جيستان حسابنا يدي قف والبنا والوا أبال مرينا يوحى شقيستي أما نحن إن إنه أينه يا إن إنه قوسنا إن إنه برور ديخنا مدنا ما حوينا إن إنه واجبات كأنه صارا فلنه ظرف كستاين لنا والله واجب نوع بين صارين نوع سمين على قدر الاستطاعة والقدرة إن نكون قرنا إن هدمرنا بقوصني إلهي سقى بلن قادة إن دكروا هيلين أيه
هدي أيجو طريقة مران حنو بهن مركا دين تأين إنه كده إنه إنه نقطة دك ولا ددنا وحلا جاي أبغى معرفة بدن والله بتصدين كده جانو علم بادي 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 ما في فائدة هدو بطبطو عنو نلاش وحبك الجليني عمدنا إنه سكبت دايين حق سبوق شيء سنة وح مهم كي وحويان إنه السلام نبدأ نندب وقولنا قلنا وورها النبي محمد نوش جاء عليه الصلاة والسلام إلا ليه هداد إلهينا الرب إنما وقرت نبي محمد الرسول لما وقرت السلام إنما دنا الدين وقولنا قنت لغوم بلن قاضي إن الجنة جليس النبي محمد قعنتك وقمانية إن إلهي واجب سكاية لين وكرة لقليه لغوم بلن قاضي إيمانك دادا كيسا إن أدهليسه إن نتجابنا إن قف ولي بحقيقنا مسؤولية دا قدر كاكو سارن إن أدحقيق قريقا مسؤولية بكا سارن حقوق ديس حقيقي عرورت مسؤولية بكا سارن سلامت مسؤولية بكا سارن بلشاهان مسؤولية بكا سارن كلمة دايدو حيكو قوامان تيماركا ويرداني هذا الأفلقة يرى هذا ماها يواردقا للا يماد مركاسي وحان فايسا كلمة الرضا بلا تلمم وحان إله الرالك أغا نوضي ماها أفكا إله قلبك أغا دالعاني ينادو حرالك تهييناتك أهي إذن أيها الإخوة وحان شعلا استيعاو كلمة دايدو صورانا نيوغودا بحسانا نغطينا ندن حسوسي هل كا حديث النبي محمد كتجي عليه الصلاة والسلام الشيء جي إنه إلهنا رب نما وآمنه محمد الرسول لما وآمن عليه الصلاة والسلام سلام نما دنا الدين وقول لغنه صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه.